بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين، وعام 2019 يا رب تتحقق كل أمانيكم، وربنا يكرمكم ويصلح حالكم يا رب العالمين. هنجاوب بسرعة على كام سؤال كده. ايه رأيكم في الستارة اللي انا شاريها دي؟ محل ستاير يعني، ما علينا. دي كروما سوداء، يعني نوع من التغيير شوية، يعني بننافس عم خالد هريدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في سؤال، يعني انا ما عنديش ليه إجابة، او ما كنتش حاطط له إجابة عندي على القناة. جالي من مواطن من دولة العراق، بدون ذكر اسمه احتراما لخصوصية المشاهدين عندي على القناة، سألني سؤال طيب يعني وجميل. ما عنديش فعلا، ما كنتش حاطط له فيديو لأنه كنت يعني حاسس إن هو مش مهم، ولكن طبعا اتسألته، فللأمانة لازم نعمل له فيديو. السؤال بيقول إيه؟ بيقول: أنا مواطن عراقي متزوج أو سوف أتزوج بإذن الله، سواء متزوج أو سوف أتزوج، بس هو قال لي سوف أتزوج من مواطنة أوكرانية. عندي من المال ما يكفيني ولله الحمد، ربنا يوسع عليك يا سيدي ويرزق. الرجل ينوي، الاستثمار في أوكرانيا وشراء عقار في أوكرانيا، ويعني مش عايز يرجع العراق تاني ويستقر في دولة أوكرانيا. فالراجل بيسألني بمنتهى الأدب، بيقول لي: أنت تنصحني أشتري على طول ولا ما أشتريش على طول بمجرد أتمم إجراءات الزواج؟ وهل لا قدر الله في حالة الطلاق الزوجة لها الحق أن تحصل على نصف ما أملك، سواء كنت في العراق، سواء ما أملك في العراق وما أملكه في أوكرانيا أم لا؟ الإجابة كالآتي: يا صديقي العزيز، أو يا أستاذنا، حضرتك بإذن الله ربنا فتح عليك ومديك مدرسة، تمام، ناوي تيجي أو تسافر لأوكرانيا وتتزوج بمواطنة أوكرانية، عايز أنت تشتري شقة في البدايات، وعايز بعد كده تعمل استثمارات في البدايات على طول بمجرد اتمام اجراءات الزواج. شوف، ان شاء الله تكون في بلدك مليونير، اوكي؟ يعني انت لو بتملك مال كثير في دولتك، مستثمر، رجل اعمال في العراق، في دولة العراق الشقيقة، ولا كل الاحترام، ولها كدولة كل الاحترام، بلاش تتسرع بعمل أي نوع من أنواع الاستثمارات في دولة أوكرانيا بمجرد الزواج. بلاش تتسرع بشراء أي من الأصول الثابتة أو المتحركة، أوكي، في أوكرانيا، أوكي، يعني أصول ثابتة أو أصول متداولة، يعني ك ك ك ك ك بلغة تجارية. ليه؟ لأن موقفك حتى تحصل على الإقامة المؤقتة، حصولك على الإقامة المؤقتة، أنت في الدولة بإقامة مؤقتة بسبب زواجك من المواطنة الأوكرانية. قد تلغى لك الإقامة المؤقتة لأي سبب من الأسباب، والتي منها أحد الأسباب الرئيسية وهو الطلاق. يعني حضرتك ممكن لا قدر الله يحصل بينكم خلاف وانت ذكرته وتتطلقوا، فحضرتك إقامتك المؤقتة بانتهاء، يعني بوجود او بوجوب الطلاق، انتهت صفتك القانونية في اوكرانيا، فاصبحت اقامتك المؤقتة لاغية بعد انتهاء المدة الموجودة داخلها او فيها. طبعا ده اذا لو ما قدمتش امر محكمة وخدت بامر المحكمة طلاق فوري وتمت ايقاف، يعني مش عاوزة توجب معاك زي ما بنقول بالمصري، وتوقفت اقامتك المؤقتة على طول من خلال ان هي تبعت شكوى او تبعت صوره من عقد الطلاق للميجرسيون سلوجبا، وفي الاخر او في النهايه بيسقطوا اسمك من على السيرفر، وبتبقى انت الليجل في البلد او غير قانوني. لكن عشان ما نتشعبش الفكره ونشعب وتشعب بعيد عن السؤال الاصلي، انصحك اولا الا تتسرع بالشراء، ثانيا الا تثق في احد، سواء كان عربي او اوكراني او زوجتك او العبد لله الذي يتحدث معك حتى الان على قناته، تمام، طول ما انت تملك اقامه مؤقته. ولكن اصبر لسنتين
حتى تحصل على الإقامة الدائمة بإذن الله. طب الإقامة الدائمة تحصل عليها إزاي؟ بعد سنتين من مرور عقد زواجك على المواطنة الأوكرانية. أنا بتكلم على الزواج الطبيعي اللي هو إن أنت قابلت فتاة أوكرانية وهتتجوز فتاة أوكرانية، ما بتكلمش عن الحالة اللي هي الفتاة الأجنبية على الأراضي الأوكرانية التي تحمل الإقامة الدائمة. القانون ده الله أعلم الدنيا ماشية فيه إزاي دلوقتي في أوكرانيا. إن شاء الله أرجع وأعرف الدنيا ماشية فيه إزاي ونعمل فيديو تفصيلي وأتأكد من المعلومة، هل هو فعلا لحد دلوقتي القانون واقف لحد شهر 3 ولا لا؟ لكن أنا بالمعلومات اللي وصلت لي أنا متأكد إن هو واقف لحد شهر 3 القانون أو تفعيل القانون ده، فده ليه الحقيقة. فنرجع لسؤالك مرة تانية، لا تتسرع بشراء عقار، لا تتسرع بشراء بيت، لا تتسرع بعمل أي معاملات تجارية أو استثمارات داخل دولة الأوكرانيا. طيب أوكي، طيب هتسأل طب أعيش إزاي؟ يعني أقعد أصرف من جيبي مثلا سنتين وما أشتغلش وما أروحش وأجي؟ لأ، اشتغل وروح وتعال. أنت معاك إقامة مؤقتة، مش هقولك اشتغل أعمال اللي هي الأعمال اللي هي موجودة في أوكرانيا زي مثلا إنك تشتغل في كول سنتر أو تشتغل عند حد، ممكن تشارك حد من الباطن طبعا أنت تكون واثق فيه، مثلا واحد ابن بلدك عنده مثلا مطعم ولا حاجة، فأنت بتخش عليه كده بالطيبة وبتقول له أنا معايا قرشين عايز أستثمرهم ومعايا أوراق إقامة مؤقت، أنا عارف إن قانونا ماليش الحق إن أنا أشاركك من خلال عقد شراكة رسمي. أوكي، خلينا نشتغل سوا واللي يطلع ونعمل توسعة مثلا ولا حاجة واللي يطلع نقسمه، يعني هتعرف تسلك أمور. أو إنك تشتغل مع أي حد، تشتغل في مطعم، تشتغل في كول سنتر، تشتغل في أي حاجة تجيب المصاريف وتجيب دنيتك تبقى ماشية لمدة سنتين. ده بالنسبة لموضوع الاستثمار. طيب بالنسبة للشراء، بلاش تشتري اي حاجة وانت معاك الاقامة المؤقتة، لان لو اتطلقت هتخش في حزبة بيرما وحيس وبيس وحاجات تانية، والاقامة المؤقتة بتبقى موقفها ضعيف جدا جدا، يعني من الاخر ممكن تنصب عليك وتاخد كل حاجة مش نص الحاجة وتقول لك مع السلامة. طيب تشتري امتى؟ تشتري اما تحصل حضرتك على الاقامة الدائمة. الإقامة الدائمة يعني أنت مواطن أوكراني لك جميع الحقوق اللي بيحصل عليها المواطن الأوكراني إلا حقين، حق تمثيل نفسك في الانتخابات التشريعية، يعني مثلا انتخابات مجلس الشعب أو الرادي الأوكراني أو انتخابات الرئاسة، يعني ما تروحش تدلي بصوتك، أمور سياسية دي واحد. تاني حاجة إن مالكش الحق إنك تمتهن أو أي منصب رسمي في الدولة، يعني مثلا ما تروحش تقدم في انتخابات أعلى بالنسبة ليك أنت، حتى لو أنت كنت مثلا رقم واحد في كمستثمر في الدولة ولكن أنت معاك إقامة مؤقتة، يبقى برضك مالكش حق في أي تمثيل وأي حاجات سياسية لنفسك لشخصك، يعني لا تمثل نفسك ولا تدي صوت لأي حد من مواطن دولة أوكرانيا. نفس الحالة أضرب لك نفس المثال ده على مستثمر أو رجل أعمال المصري محمد الفاي. ده ملياردير وعايش في بريطانيا في إنجلند يعني فترة طويلة، وكانت عنده محلات هاردورز وعنده كل حاجة، وقدم كذا مرة على الجنسية، ولكن لأنه مشاغب، ولأن الدولة أو المملكة البريطانية عارفة إنه مشاغب وإنها هتبقى ليه سلطات واسعة جدا وكبيرة جدا في دولة بريطانيا، فقفلوا أوراقه وعملوا له فريزنج عند الإقامة الدائمة أو الإقامة بتاعته في بريطانيا. أوكي ليه كل حاجة لكن كمستثمر وليه كل حاجة، لكن لو انت هم يخافوا ليه يدوله مثلا؟ اقول لك اوكي وعنده شعبية عالية وبتاعه وكده، هيخش انتخابات ممكن يبقى في مجلس النواب البريطاني، وممكن ينصب على يعني يجازف على منصب وزير ال ديت الصواريخ بتاعت النيو يير، يعني كل سنة وانتم طيبين، فممكن ان هو ينافس، فبيقول لك ايه لا نعمله فريز عند حاله ده او وقته ده وما ندلوش اكتر من اللي هو يطمح فيه، اللي هو بيطمح ليه بلاش نوسع عليه كده. هتقول لي بقى عنصريه مش عنصريه، انا مش دعوه بريطانيا ومش شغلي، انا بكلمك على علينا احنا كعرب عايشين في اوكرانيا، علينا احنا كعرب غلابه عايز الدنيا تمشي معانا في السليم لان بلادنا بايظه وخربانه صح، فانت عايز ما يضحكش عليك، فانت جيت لي فبتسالني السؤال ده فانا جاوبتك. طيب فانا كده كلمتك في ناحيه الاستثمار، ما تشتريش اي حاجه، ما تعملش اي حاجه طالما انت معكش الاقامه الدائمه.
طول ما انت معكش الاقامه الدائمه صوتك ضعيف، اول ما تحصل الاقامه الدائمه صوتك قوي. طيب يا سيدي، نيجي بقى للسؤال اللي هو التاني، في حاله الطلاق هل هي تحصل على نصف ما تملك من على نصف ما تملك من اموال في العراق وفي اوكرانيا؟ الاجابه في العراق لا، لا تحصل على نصف ما تملك في العراق، لانها ليست لها اي صفه قانونيه في دوله العراق، اللهم الا اذا انت اعطيتها حقوق او صفات قانونيه في دوله العراق، زي مثلا اقامه دائمه او جنسيه، ما اعرفش ايه الاجراءات عندكم في بلدكم، ودي حاجه انت اكيد ادرى بيها. ولكن في اوكرانيا لها نصف ما تملك من اصول ثابته واصول متداوله، اصول متداوله يعني اموال في البنوك وتجاره سائله وكل حاجه، طالما حصلت او تم الشراء اثناء نقولها ازاي بالعربي، يعني طالما حصلت عمليه الشراء اثناء فتره الزواج، يعني وانت متجوز اشتريت، وانت متجوز اشتريت بيت، وانت متجوز اشتريت محل للتجاره بتاعتك، وانت متزوج حطيته مبلغ مالي خلاص، وانت متزوج عملت كده. طيب ما كده بالتدريج هتاخد نصف ما تملك. اه ماشي، بس في حاجه كمان لذيذه كمان اشر، يعني المشرع الاوكراني اقرها، انك انت لو روحت النتاريس انت وهي وعملت اقرار ذمه ماليه على ان ما تملكه هو مالك الخاص وحر مالك، وان ما تملكه هي هو حر مالها، لان بردك زي ما انت بتملك بتاخد النص، هي بتاخد النص. وبعدين في حاجه كمان، انت يعني مش هي بتاخد النص فقط في المزايا وفقط، لا ده بتاخد نص ديونك وانت بتاخد نص ديونها، يعني هي بتشاركك بردك في نص ديونك وانت بتشاركها في نص ديونها، يعني مش بتاخد بس نص ما تملك، لا بنص ما تدينه، يعني انت مدين بمبلغ كذا 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 ودائن، انت كراجل مدين لمستثمرين اوكران لناس عليك فلوس بمعنى اصح، يعني انت فاهم، فهي بتشيل نص الموضوع ده في حاله الطلاق. ولكن كن على بينة انك انت ممكن تعمل اقرار ذمه ماليه، ورقه عند النتاريوس بتثبت حقك في تملك ما تريد شراؤه، تملك فردي لك فقط، لك انت فقط، وهي ايضا لها ذمتها الماليه المنفصله التي لا تشاركها فيها. بمعنى هي كانت عندها شقه، لان مثلا ممكن واحد يقول لك ايه، او بيجي لي سؤال بيقول لي طب هي عندها شقه وسجلتني فيها، طب في حاله الطلاق اخد نص الشقه؟ لا يا حبيبي ما تاخدش نص الشقه. طب ليه؟ لان تم الزواج وهي تملك هذه الشقه، انما لو انتوا الاثنين ما كانش عندكم شقه واتجوزتوا، كنتوا قاعدين في ايجار يعني، وربنا فتح عليكم بعد الجواز واشتريتوا شقه، في حاله الطلاق هي بتاخد نصها وانت بتاخد نصها. ليه؟ لان المشرع الاوكراني ما تجيبلوش ما عندوش في دماغه ما انت اللي كان معاك ساعتها الفلوس وهي ما كانتش معاها الفلوس، او هي اللي كان معاها الفلوس وانت ما ساعتها ما كانش معاك الفلوس، لا هو بيقول لك كده بالنص وخلصنا على كده، فاهمني؟ الا اذا ابرمت عقد اقرار ذمه ماليه بيثبت احقيتك الكامله لك فقط في هذه الشقة أو في هذا الأصل الثابت. نفس الحال بالنسبة للأموال المدعى في البنوك الأوكرانية. وأنا اتكلمت كتير قبل كده وقلت بأنصح الشباب أو أنصح الناس بلاش تعمل عمليات إيداع في البنوك الأوكرانية لاختلاف عشان تحصل على نسب أو فوائد، تمام؟ لسبب إن أنت كمهما كان حصلت يعني كمواطن حاصل على إقامة دائمة، تمام، يعني مش عارف، يعني انا مش حاسس ان هي لذيذه. يعني بص، اي فلوس معاك مثلا بالجريفنا ربنا يوسع عليك، انا نصيحتي او انا كنت بعمل كده في اوكرانيا وما زلت بعمل برضك، لما بيجي ربك عندك يعني ربك رزقك مثلا ب 3000 جريفنا بحولهم 100 دولار وخلصنا عليك، ب 100 يورو وخلصنا عليك كده، تمام، وبعين ال 100 يورو ورقه ال 100 يورو معايا، فاهمني؟ فهي دي الفكره، وهو ده كان اجابتي على سؤال اللي هو الطلاق والتملك، عشان الناس ما يعني، والله والله المعلومة دي صحيحة جدا جدا جدا، وحتى لو هي يعني انت لو فيها شك فانت طبعا هتلجأ فين؟ هتلجأ للنتاريوس، اما ربنا يكرمك وتوصل اوكرانيا هتلجأ لسفارة دولة اوكرانيا في بلدك وتسأل السؤال ده. نفس الحال يا شباب او يا رجال ويا نساء العرب، نفس الحال ده بينطبق على مش على العراق بس، السؤال جالي من اخ عراقي، تمام، سؤال جالي برضك من اخ من لبنان، من دولة لبنان،
وجالي بس من لبنان ومن العراق، لكن في مصر، تونس، المغرب، الجزائر، ايا كانت الدول العربية او الدول حتى اللي هي التي لا تتحدث اللغة العربية، نفس السيستم ونفس الاجراء برضك بينطبق عليهم. انا حبيت بس ان انا اجاوب على السؤال ده. جزاكم وجزانا الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو حابب تشكرني او حابة تشكريني، فياريت تشتركوا في بنك الصدقات. طلع 2 دولار في الشهر لوجه الله، نص دولار في الاسبوع. اكيد في ناس محتاجين من فضل الله عليك في دولنا وشوارعنا العربية. وفعل جرس الاخلاق، اكيد الدنيا بعد كده هتظبط معاكم. اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.